بيبدأ المسلسل ببنت اسمها جيانا وهي بتحكي قصتها، وجيانا دي بتكون بنت سنجل عندها 30 سنة وعايشة لوحدها. وبتقول لنا جيانا ان اكتر شيء بتكرهه في حياتها هو الكريسماس، وده مش علشان الاحتفالات او علشان الكريسماس نفسه، لكن علشان هي اضطرت تتجمع مع كل اسرتها يوم الكريسماس. والمشكلة اللي بتواجهها في كل التجمع مع اسرتها هي انهم بيفضلوا يضايقوها علشان هي مش متجوزة ولا مخطوبة ولا حتى مرتبطة، وكل اخواتها متجوزين ومخلفين وعايشين حياتهم وهي الوحيدة اللي مش متجوزة. وعلشان كده كل افراد اسرتها بيفضلوا ينتقدوها ويتريقوا عليها، خصوصا امها اللي اسمها مارسا واللي بتفضل اخواتها عليها لمجرد انهم متجوزين. وبتكون جيانا مبسوطه بحياتها وباستقلاليتها وما عندهاش اي مانع تفضل مش مرتبطه، لكن مشكلتها الوحيده هي اهلها. وعلشان جيانا تخلص من كلامهم بتضطر تكذب عليهم وتقول لهم ان هي مرتبطه، وكمان بتقول لهم ان هي هتعرفهم على حبيبها وهتجيبه يتعشى معاهم يوم الكريسماس. والمشكله ان الكريسماس بيكون فاضل عليه 24 يوم في الوقت ده، وبتكون لازم ترتبط باي شكل قبل يوم الكريسماس. وبتبدا رحله جيانا في البحث عن شخص ترتبط بيه خلال المده دي، وبنشوفها وهي بتتمشى شويه مع اصحابها، وبيكون واضح ان هما كمان بيعاملوها زي اسرتها وعمالين يتريقوا عليها، وده لان كل اصحابها متجوزين ومرتبطين ما عدا هي. وعلشان كده بيفضلوا يهزروا معاها ويتريقوا على حياه العزوبيه اللي هي فيها، وبيضايقوها بهزارهم من غير ما يقصدوا. وطبعا بتزعل جيانا وبتتضايق من كل اللي هي بتتعرض له لمجرد ان هي مش متجوزه، لكنها بتضطر ما تبينش ان هي متضايقه وتتعامل عادي علشان ما ياخدوش بالهم. وبعدها جيانا بتسيب اصحابها وبتطلع على شغلها، وبنعرف ان هي شغاله ممرضه في مستشفى، وبتكون جيانا بتحب شغلها جدا وبتحس فيه ان هي مرتاحه، لان ده المكان الوحيد اللي مش بتحس فيه بالوحده، وبتقضي كل وقتها هناك في رعايه المرضى اللي بتحبهم وبيحبوها، لدرجه ان كل الممرضين اللي في المستشفى بيغيروا منها لان المرضى بيطلبوها بالاسم. وبعد ما بتخلص جيانا شغلها بتروح للاجتماع اللي عاملاه مديره المستشفى، وده علشان يقرروا مين اللي هيشتغل في المستشفى ليله الكريسماس. وطبعا كل الممرضات بيرفضوا يشتغلوا في الليله دي علشان يقضوا الكريسماس مع ازواجهم واولادهم، ما عدا جيانا اللي بتكون هي العازبه الوحيده اللي بينهم. وعلشان كده المديره بتقول لجيانا ان هي اللي هتشتغل ليله الكريسماس بما ان هي ما عندهاش حد تقضي معاه الليله. وبتعين المديره دكتور اسمه بيريتو علشان يشتغل مع جيانا في الكريسماس، لان بيريتو ده بيكون عازب وحيد زيها. وبعد ما بتمشي جيانا من المستشفى بتروح على طول لعرض غنائي لبنت اختها، ولما بتوصل هناك بتقعد جنب اختها اللي اسمها ريتا، فبتقول لها ريتا ان هي اتاخرت على العرض، فبتعتذر لها جيانا وبتقول لها ان هي كان وراها شغل كتير على مدار اليوم ومجهده جدا. فبتقول لها اختها ان هي مش هتفهم معنى الاجهاد الحقيقي غير لما تتجوز وتخلف، فبتتضايق جيانا لان اختها مش حاسه بيها، ولان اختها وكل الاشخاص حواليها رابطين كل حاجه بفكره الجواز. وكالعاده بتحاول جيانا ما تبينش ان هي زعلانه او متضايقه من الكلام ده، وبتقعد تتفرج على عرض بنت اختها لحد ما في شخص اسمه فرانشيسكو بيدخل للمكان. واول ما جيانا بتشوفه بتنصدم وبتستخبى على طول، وده لان فرانشيسكو بيكون حبيب جيانا السابق اللي انفصل عنها من 3 سنين، وبعد ما انفصل عنها اتجوز وشاف حياته، لكن هي وحيده وعزبه من ساعتها. فبيسلم فرانشيسكو على ريتا وبيطمن عليها وعلى اخبارها، وبيقول لها توصل تحياتها لجيانا وبيودعها وبيمشي. وبعد ما بيمشي فرانشيسكو بتخرج جيانا من المكان اللي كانت مستخبيه فيه، فبتقول لها اختها ريتا ان هي انفصلت عنه من 3 سنين، والمفروض ان هي كانت تسلم عليه عادي بدل ما تستخبى. فبتقول لها جيانا ان هي محرجه منه لان هو انفصل عنها وسابها، وكمان بعد ما سابها اتجوز وخلف وعاش حياته. وبيكون واضح ان الموضوع لسه مأثر على جيانا ومضايقها، وان هي مش قادره تتخطاه لحد اللحظه دي. وبتلاحظ اختها ان هي متضايقه من الموضوع، فبتفضل تنصحها تنسى الموضوع ده، وكمان بتنصحها تشوف حياتها زي ما فرانشيسكو شاف حياته. وبعدها بترجع جيانا للبيت وبتفضل تفتكر كل الاحداث اللي حصلت لها، سواء من اصحابها اللي بيتنمروا عليها بسبب عزوبيتها، او سواء من مديره المستشفى واللي بتخليها تشتغل شيفتات زياده لمجرد ان هي عازبه، وكمان من طريقه اسرتها معاها واللي رابطين كل حاجه بفكره الجواز والخلفه. وكل الحاجات دي بتخلي جيانا تتضايق وتزعل جدا وبتخلي عليها ضغط كبير. وعلشان كل ده اضطرت جيانا تكذب على اسرتها وتقول لهم ان هي مرتبطه وهتعرفهم على حبيبها يوم الكريسماس. وتاني يوم بتروح جيانا تقعد مع اصحابها وبتحكي لهم على الكذبه اللي كذبتها على اسرتها، فبيقولوا لها ان هي مستحيل تحب شخص وترتبط بيه في المده القليله دي، وان هي محتاجه معجزه علشان تعمل كده، لكن هم بيحاولوا يساعدوها على قد ما يقدروا، وبيفضلوا يدوها في نصايح ممكن تفيدها في الموضوع ده، وكمان بيشتركوا لها في كورس طبخ لان الكورسات دي بتكون مليانه شباب، وهم عايزينها تحتك بشباب كتير علشان فرصتها في الارتباط تزيد. وفي يوم الكورس بتروح جيانا لهناك وبتبدا تتعرف على كل زمايلها في الكورس،
وبتحاول تقرب منهم وتتصاحب عليهم، لكن الغريب ان كلهم ما بيكونوش مهتمين بيها خالص، وكل تركيزهم بيكون في الكورس مش اكتر. فبتسيب جيانا المكان وبتمشي وبتروح تقعد لوحدها وهي حزينه ومحبطه. واثناء ما هي قاعده لوحدها بيجي شخص وبيسالها لو معاها ولاعه، فبتقول له جيانا ان هي مش معاها ولاعه، وبتستغل ان هو شخص من الشارع وما يعرفهاش، وبتبدا تحكي له عن مشكلتها، وبتقول له ان هي جبانه وتصرفاتها غريبه، ومستحيل بالشكل ده تلاقي شخص يقبلها ويرتبط بيها، وبتكون متاثره وحزينه. فبيحاول الشخص ده يهديها، وبيعرفها الشخص ده بنفسه وبيقول لها ان هو اسمه نيكولا، فهي كمان بتعرفه بنفسها وبتقول له ان اسمها جيانا. فبيلاحظ نيكولا ان هي بردانه فبيديها الجاكيت بتاعه، وبيقول لها ان هي تقدر ترجع له الجاكيت في اي وقت، فبيتفقوا يتقابلوا تاني يوم علشان ترجع له الجاكيت، وبعدها بيودعها نيكولا وبيمشي. وتاني يوم بتروح جيانا تقابل نيكولا علشان ترجع له الجاكيت، وبيقعدوا الاتنين يتكلموا سوا وبيتعرفوا على بعض اكتر. واثناء ما هما بيدردشوا سوا بيتكلم نيكولا باستخفاف واستهزاء عن شغلانة التمريض وعلى كل اللي شغالين في المجال ده، وبيكون ما يعرفش ان جيانا شغالة ممرضة، لكن ما بتقولوش ان هي ممرضة وبتعدي الموضوع. وبعدها بيروحوا الاتنين يتفرجوا على فيلم في السينما وبيقضوا اليوم كله سوا، لكن في اخر اليوم بيتخانقوا هما الاتنين، لان نيكولا بيكون شايف ان الفيلم اللي هما اتفرجوا عليه ده فيلم سخيف وتافه، لكن جيانا بتكون شايفه ان هو فيلم كويس وجميل، فبيتخانقوا الاتنين بسبب الموضوع التافه ده. وكمان المشكله بتكبر بينهم بسبب استهزاء نيكولا بالممرضات، وبتنتهي المشكله على ان نيكولا بيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بتروح جيانا تقعد مع واحده من صاحبتها وبتحكي لها على كل اللي حصل، وبيكون واضح ان الموقف مضايق جيانا جدا، فبتقول لها صاحبتها ما تحطش الموضوع ده في دماغها، وان هي تعتبر ان مقابلتها مع الشاب ده تدريب على التعامل مع الشباب، وبتديها صاحبتها نصيحه ان هي تستخدم تطبيق مواعده. فبتتردد جيانا لان هي ضد فكره التطبيقات دي، لكن في نفس الوقت بيكون حل كويس ليها وتقدر تلاقي حبيب من عليه في مده قليله. فبتقرر جيانا تحط فكره تطبيق المواعده ده كخطه بديله. وبعدها جيانا بتودع صاحبتها وبتمشي علشان تروح شغلها، واثناء ما هي في الطريق لشغلها بيوقفها بياع سمك وبيفضل يعاكسها ويتغزل فيها، وبيقول لها ان هو معجب بيها وبيكتب لها رقمه على ايديها. فبتمشي جيانا وهي معاها رقم الشخص ده وبتروح على شغلها، وكالعاده بتقضي وقت لطيف في المستشفى مع المرضى. وبعد الشغل بتقرر جيانا تجرب حظها مع بياع السمك اللي وقفها في الشارع وكتب لها رقمه، وبالليل بتتصل جيانا بالشخص ده وبتخرج معاه علشان تتعرف عليه، لكن بتكتشف جيانا ان هو شخص طفولي جدا كمان شخص تافه وبيتعصب على حاجات عبيطه. فبترفض جيانا تكمل مع شخص بالعقليه دي وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتروح تقابل اختها ريتا وبتتمشى معاها شويه وبتحكي لها على اللي حصل، فبتقول لها ريتا ان هي هتدبر لها ميعاد مع شاب اسمه كارلو، وبتقول لها ان كارلو ده شاب وسيم ولطيف ورجل اعمال غني جدا ويعتبر فرصه ما تتعوضش، وعلشان كده بتنصحها ريتا ان هي تتشيك وتلبس كويس وهي هتدبر لها ميعاد معاه تاني. وبالفعل تاني يوم بتروح جيانا تقابل كارلو، واول ما بتقابله بتتفاجئ ان هو للاسف قاعد وبيمشي بكرسي متحرك، لكن بخلاف كده فهو شخص وسيم ولطيف جدا، وبياخد جيانا وبيوريها كل الاراضي والمزارع اللي هو بيمتلكها. وبعدها بيروحوا للقصر بتاعه وبيقعدوا يتعشوا سوا، وبيحكي لها كارلو وبيقول لها ان هو ما اتولدش قاعد، لكن هو حصلت له حادثه وهو عنده 20 سنه، وان الحادثه دي اثرت فيه جدا وغيرت حياته 180 درجه، لكن هو دلوقتي تقبل الامر الواقع وقرر يكمل حياته عادي وكان ما فيش حاجه حصلت. وبتفتح له جيانا قلبها وبتحكي له كل حاجه عن نفسها، وبيقضوا اليوم كله سوا وبتكون مبسوطه، وكمان بيكون هو مبسوط. وبالليل بياخدها كارلو وبيوصلها لبيتها بعربيته، وبيكون واضح ان هما الاثنين مستلطفين بعض. وتاني يوم اول ما بتصحى جيانا بتتفاجئ ان كارلو بعت لها فستان هديه، وبيكون سايب لها رساله مع الفستان ده وكاتب لها فيها تجهز نفسها على الساعه 4 علشان هيخرجوا سوا. فبتنبسط جيانا جدا باللفته الجميله دي وبتقرر تفضي نفسها، وبتغير الشيفت بتاعها في المستشفى علشان تخرج معاه. وفعلا بتجهز جيانا وبتلبس الفستان اللي هو جايبه ليها وبتخرج معاه، وبياخدها كارلو في جوله بحريه بالمركب، وجيانا بتكون طايره من الفرحه. وبعد ما بيخلصوا جولتهم بيقول لها كارلو ان هو هياخدها ويتعشوا سوا في مطعم من المطاعم بتوعه، لكن المشكله ان هم هياخدوا طياره خاصه علشان يروحوا للمطعم ده، لان المطعم ده موجود في مدينه تانية، ودي بتكون مشكله لجيانا لان هي عندها رهاب من الطيارات وبتخاف منها بشكل مبالغ فيه. فبتضايق جيانا من كارلو لان هي كانت حكيه له على الموضوع ده، عرفها ان هي ما بتحبش الطيارات، فبيقول لها كارلو ان هو هيساعدها عشان تبطل تخاف منها، وبيطلب منها تثق فيه وتركب الطياره لان الموضوع مش مستدعي كل الخوف ده. فبتحس جيانا ان هو بيستهزئ بيها ومش مقدر مشاعرها، فبتتضايق منه، وبمجرد ما بيروح يطلع تصريح للطيران بتسيبه وبتمشي.
وتاني يوم بتروح جيانا لأصحابها وبتحكي لهم على كارلو واللي عمله معاها، وبتقول لهم إن هي خلاص استسلمت وهتستخدم تطبيق المواعدة. فبيبدأوا أصحابها يساعدوها في استخدام التطبيق وبيدوروا لها على شخص مناسب، لحد ما بيلاقوا شاب وسيم على التطبيق وبتعجب جيانا بيه وبشكله، فبتتفق على مقابلة معاه. وبالليل بتروح جيانا تقابل الشاب ده في ملهى ليلي زي ما اتفقوا، واثناء ما هي رايحه تقابله بتجيلها رساله من كارلو وبيعتذر لها فيها على اللي حصل، وعلى ان هو كان بيضغط عليها علشان تركب الطياره رغم ان هو عارف بالرهاب اللي عندها. فبتتاثر جيانا برسالته لكن ما بتردش عليه، وبتقرر تركز على الشاب اللي رايحه تقابله. وفعلا بتروح جيانا تقابل الشاب ده واللي بيكون اسمه ديفيد، وبتعجب بيه جيانا اكتر لما بتشوفه، وهو كمان بيعجب بيها وبيقضوا الليله سوا. وتاني يوم بتتفاجئ جيانا ان ديفيد طالب في الثانوية وعنده 19 سنة ويعتبر اصغر منها ب 11 سنة كاملين، فبتكون مصدومة صدمة كبيرة، ولكن بتقرر تكمل معاه لان هو بيكون لطيف معاها وهي بتكون معجبة بيه. وبعدها بتروح جيانا لاصحابها وبتعرفهم ان ديفيد ده اصغر منها ب 11 سنة، فاصحابها كلهم بينصدموا وبيقولوا لها تبعد عنه في اقرب فرصة ممكنة، وبيعرفوها ان وسامته وطريقته اللطيفة معاها مش كفاية، وكمان لو راح معاها يوم الكريسماس يقابل اهلها مش هيقتنعوا بيه لان هو صغير جدا في السن. فبتحس جيانا ان هم معاهم حق وبتقرر تبعد عنه رغم ان هي معجبه بيه. وبعدها بتودعهم جيانا وبتطلع على شغلها، وهناك بتلاقي كارلو بعت لها بوكيه ورد علشان يصالحها، لكن بتكون جيانا لسه متضايقه منه وما بتهتمش بالورد ده وبتوزعه على المستشفى كلها. وبعدها بتكمل جيانا شغل في المستشفى وبتتعرف على مريض كبير في السن اسمه دانتي، ودانتي ده بيكون رجل سياسي مشهور، وواضح ان هو بيكون معجب بجيانا، لكن جيانا ما بتهتمش بيه لانه اكبر منها كتير. وبعد ما بتخلص جيانا شغلها بتروح تاخد العجلة بتاعتها علشان تمشي، لكن بتكتشف ان في مشكلة في الجنزير بتاع العجلة، وبالصدفة بيكون دانتي خارج من المستشفى فبيتدخل وبيساعدها وبيحللها المشكلة. فبتشكره جيانا وبتعتذر له على وقاحتها معاه، فبيسامحها دانتي وبيديها الكارت بتاعه وبيودعها وبيمشي. وبالليل بتروح جيانا تقعد مع اصحابها وبتقول لهم ان هي لسه ما لقتش شخص ترتبط بيه والكريسماس خلاص قرب، فبينصحوها اصحابها تجرب تخرج مع دانتي يمكن يكون هو الشخص المناسب. فبتقرر جيانا تسمع كلامهم لان مفيش حل تاني قدامها. وتاني يوم بتخرج جيانا مع دانتي في جوله بحريه علشان يتعرفوا على بعض اكتر، واثناء ما هما مع بعض بيقابلوا اهل جيانا بالصدفه وهما بيصطادوا، والمفاجاه ان مرسى ام جيانا بتكون عارفه دانتي لان هو كان زميلها ايام الجامعه، وعلشان كده مرسى تضيفهم في البيت. وبتقعد تتكلم مع دانتي وتستعيد ذكريات الجامعة، وبتكون جيانا قاعدة معاهم ومحرجة جدا لان الشخص اللي كانت خارجة معاه ده يبقى زميل امها. فبتقرر جيانا تسيبهم وبتمشي، وبتروح تبات عند ديفيد واللي هو اكتر شخص ارتاحت له من وسط كل الاشخاص اللي عرفتهم. وتاني يوم لما بتصحى جيانا بتلاقي ديفيد صحي قبلها ورايح يحضر لها الفطار، فبتسأله جيانا هو بيعمل معاها كده ليه وليه لطيف معاها بالشكل ده، فبيقول لها ديفيد بتلقائية ان هي مميزة جدا بالنسبة له. فبتنبسط وبتقرر تفطر مع ديفيد وهي طايرة من الفرحة. وبتعدي الايام، وفي يوم بنشوف جيانا وهي قاعده بتتكلم مع صاحبتها على ديفيد، ومن كلامهم بنعرف ان ديفيد مختفي بقاله 3 ايام وما بيردش على مكالماتها. وبتكون جيانا مستغربه جدا من اختفاء ديفيد المفاجئ، وبتحاول توصل له باي شكل لكن من غير فايده. فبتنصحها صاحبتها تنسى ديفيد وتشوف حياتها، لانه واضح جدا ان هو لسه صغير ومش مسؤول وان هو كان بيتسلى بيها مش اكتر. فبتتضايق جيانا لان بالنسبه لها ديفيد اكتر شخص ارتاحت له وهو كمان كان مبسوط معاها، فمش منطقي ان هو يتخلى عنها بالطريقة دي وبدون اي سبب. وعلشان كده ما بتهتمش جيانا بنصيحة صاحبتها، وبتفضل تبعت له في رسائل على امل ان هو يرد عليها. وبعدها بتروح جيانا للمستشفى، واثناء ما هي هناك بتتفاجئ ان امها جاية تزورها. فبتستغرب جيانا لان امها عمرها ما زارتها في المستشفى، وبتسألها عن سبب الزيارة. فبتقولها امها ان هي عايزة تعرف منها اذا كان دانتي اللي كان زميلها في الجامعة هو حبيبها اللي حكت عنه. فبتقولها جيانا ان دانتي مش حبيبها ولا حاجة وان هو مجرد صديق مش اكتر. فبتطمن هنا امها تقولها ان هي هتستناها هي وحبيبها يوم الكريسماس زي ما هي وعدتهم ان هي هتعمل، وبتودعها وبتمشي. وبترجع جيانا تكمل شغلها في المستشفى، وبيكون واضح ان الدكتور بريتو زميلها معجب بيها، وواضح جدا ان هو نفسه يتعرف عليها، لكن كل ما يحاول يقرب منها ويعترف لها تحصل حاجة تشغلهم هما الاتنين وتبعدهم عن بعض. وبعد ما بتخلص جيانا شغلها بتروح تجهز مع اصحابها لان في حفله كبيره هتتعمل في المدينه بمناسبه الكريسماس. وبالليل جيانا واصحابها بيروحوا للحفله وبيبداوا يستمتعوا بوقتهم، لحد ما بتتفاجئ جيانا ان كارلو جاي لها الحفله علشان يصالحها لان هي ما بتردش عليه وبتتجاهله تماما. والمفاجاه ان بياع السمك اللي جيانا خرجت معاه قبل كده بيكون موجود في الحفله، وبيروح البياع يتخانق مع جيانا بسبب الطريقه اللي هي سابته بيها. فبيتدخل كارلو وبيتخانق مع البياع ده بسبب طريقه كلامه
مع جيانا وبيفضلوا يضربوا في بعض الاثنين، وكل الحفلة بيكونوا واقفين يتفرجوا على اللي بيحصل. وطبعا جيانا بتكون في قمة الإحراج، فبتتدخل جيانا وبتقول لكارلو والبياع يبطلوا شغل الأطفال اللي بيعملوه، وبتقول لهم إن هما الاثنين مش مناسبين ليها، وده لأن كارلو شخص بيحب المبالغة والمنظرة ومش بيقدر مشاعر اللي قدامه، والبياع ده شخص طفولي وهمجي لدرجة إن هو اتخانق معاها علشان لعبة. وبتسيبهم جيانا هما الاثنين وبتمشي من الحفلة، وبتكون محرجة جدا ومتضايقة. وتاني يوم بتروح جيانا للمستشفى علشان شغلها، فبتلاقي زميلها بريتو جاي يطمن عليها ويشوفها لو متضايقة، لان هو كان في الحفلة الليلة اللي فاتت وشاف كل اللي حصل. فبتطمنه جيانا وبتقوله ان هي كويسة وبتشكره على سؤاله، وبتمشي وبتكون مبسوطة باهتمامه بيها. وبعد ما بتخلص جيانا شغلها بتروح لبيت اهلها علشان تطمن عليهم، لكن لما بتوصل هناك بتتفاجئ ان فرانشيسكو اللي كان حبيبها قاعد مع اهلها، وبتكتشف ان فرانشيسكو كان على تواصل دايم مع اهلها ودايما كان بيزورهم طول الوقت. فبتتضايق وبتسيبهم وبتمشي، لان اهلها مش مهتمين بزعلها وبيتكلموا مع الشخص اللي انفصل عنها. فبيروح ابوها وراها وبيقول لها ان هما يعرفوا فرانشيسكو من هو صغير وما يقدروش يقطعوه، وبيعتذر لها ابوها لو ضايقوها، وبيعرض عليها تيجي تحضر زينة الكريسماس معاهم. وفعلا بتسامحهم جيانا، وبتبدأ تشغل كل وقتها بين التزيين معاهم والشغل في المستشفى علشان تتخطى كل اللي بتمر بيه. وبتعدي الايام وبيجي يوم عيد ميلاد ديفيد، وبتكون جيانا لسه بتفكر فيه وما قدرتش تنساه، وبتفتكر جيانا عيد ميلاده وبتقرر تحضر له كيكه بنفسها وتروح تعمل له مفاجاه في بيته. وبالفعل بتخبز له كيكه مميزه وبتاخدها وبتروح له البيت وهي متحمسه، ولما بتوصل هناك بتتفاجئ ان ديفيد عامل حفله كبيره في بيته ولكنه ما عزمهاش عليها. والأسوأ من كده ان هي بتلاقيه بيتقرب من بنت تانية، فبتنصدم جيانا وبتقرر تنسحب بهدوء وتمشي من المكان، لكن ديفيد بيشوفها وبيروح وراها وبيوقف، وبيقول لها ان هي فاهمة غلط وان البنت دي تبقى صاحبته مش اكتر وعلاقتهم مش علاقة جدية. وبيعتذر لها ديفيد ان هو اختفى من حياتها فجأة، وبيبدأ يوضح لها سبب اختفائه، وبيقول لها ان هو ناوي يسافر بعد ما يخلص دراسته علشان يكتشف العالم، وان هو ما كانش عايز يكمل معها علشان ما يتعلقوش ببعض، وبعدها يضطر يسيبها ويسافر. وكمان بيقول لها ان علاقتهم مستحيل كانت تنجح من البداية بسبب فرق السن الكبير اللي بينهم. فبتنصدم جيانا من كلامه وبتزعل وبتسيبه وبتمشي، بتروح تفضفض مع صاحبتها وهي منهارة من العياط. وبعد ما بتهدى شوية بتقرر تتمشى علشان تحاول تطلع نفسها من الحالة اللي هي فيها. وأثناء ما هي بتتمشى بتتفاجئ بأبوها وهو بيخون أمها مع واحدة جارتهم، فبتنهار جيانا وما بتكونش مصدقة عنيها، وحالتها النفسية بتتدمر أكتر. وبتروح جيانا تبات عند واحدة صاحبتها، وبتعدي الأيام وبيكون أبو جيانا بيحاول يوصل لبنته لكن هي مش بترد عليه. وفي يوم وجيانا رايحة شغلها بتقابل أبوها بالصدفة، فبيحاول أبوها يبرر لها المنظر اللي هي شافته، لكن هي بترفض تسمعه وبتقول له إن هي كانت بتعتبره مثلها الأعلى وكانت بتتمنى تتجوز شخص زيه، لكن كل ده اتغير خلاص. وفي اللحظة دي بتقطعهم مكالمة وبيعرفوا إن في حريقة عندهم في البيت، فبيروحوا هما الاتنين للبيت وبيعرفوا إن حصل ماس كهربي بسبب زينة الكريسماس، لكن المطافي اتدخلت في الوقت المناسب وسيطروا على الموقف. فبتروح جيانا تطمن على أمها وتطمن إن هي بخير وما فيهاش حاجة. وبعد ما بتتأكد جيانا ان الضرر مش كبير بتسيبهم وبتمشي، وهناك بتحاول جيانا تبسط المرضى وتسيب لهم هدايا للكريسماس. وبعدها بتقعد جيانا مع مريضة عجوزة بتحبها وبتحب تتكلم معاها، وبيفضلوا يدردشوا الاتنين مع بعض، وبتحكي لها جيانا على كل اللي مرت بيه في الفترة الاخيرة وبتطلب نصيحة منها. فبتقول لها الست العجوزة ان الجواز وتأسيس اسرة شيء كويس وجميل، لكن لو حظها كان وحش وما قدرتش تلاقي شخص مناسب فمش عيب ان هي تفضل عازبة، وده ما يقللش منها نهائي، وان هي تعيش عازبة طول عمرها احسن 100 مرة ما تعيش مع اي شخص والسلام. فبتتأثر جيانا بكلام الست العجوزة دي، وبتعرف ان كونها عازبة ده مش شيء يخليها تتحرج وتتضايق، وان هي لازم تتعايش بشكل طبيعي مع وضعها لحد ما تلاقي الشخص المناسب اللي يعوضها عن كل اللي مرت بيه. وتاني يوم بتروح جيانا تقابل اخوها وبتحكي له على خيانة ابوهم لامهم، فبتتفاجئ جيانا ان اخوها عارف الموضوع، وكمان كل افراد الاسرة عارفين كده حتى امهم، وان ابوها وامها شبه منفصلين بقالهم فترة كبيرة لكنهم موجودين مع بعض علشانهم هما، وان البيت كله كان مخبي عليها علشان عارفين ان هي حساسة وما كانتش هتتقبل الموضوع بسهولة. فبتتفهم جيانا الموقف وبتقرر تعذر ابوها وتسامحه. وبتعدي الايام وبيجي يوم الكريسماس، وبتكون جيانا هتقعد تتعشى مع اسرتها في اليوم ده، والمفروض كانت تروح لهم ومعاها حبيبها زي ما قالت، لكن هي قررت تتشجع وتصرحهم ان هي مش مرتبطه لان الموضوع ما بقاش يفرق معاها زي الاول. فبتروح جيانا لمديرتها في الشغل علشان تستأذن منها وتروح تتعشى مع اسرتها، والمديره بتاعتها بتوافق. وقبل ما تمشي جيانا من المستشفى بيوقفها الدكتور بريتو، واخيرا بيتشجع بريتو وبيتجرأ وبيعترف لها ان هو بيحبها من زمان وكان نفسه يعترف لها من مده
كبيرة، لكن كان مستني الفرصة المناسبة، وبيقول لها ان يوم الكريسماس هو انسب يوم يعترف لها فيه بحبه، وبيقول لها تفكر في كلامه وترد عليه وان هو مش منتظر ردها دلوقتي. وبتكون جيانا طبعا في الوقت ده مصدومة وبتشكره علشان ما ضغطش عليها، وبيكون واضح ان هي كمان بتبادله نفس الشعور. وبتمشي جيانا وبتروح على بيت اسرتها وبتتجمع الاسرة كلها، وكمان كل اصحاب جيانا بيجوا يتعشوا، والكل بيكون سعيد ومبسوط، وكل اسرتها بيكونوا مستنيين وصول الشخص اللي هي مرتبطة بيه، ومحدش بيوصل لدرجة ان هما بيفقدوا الامل لحد ما الباب بيخبط وبتروح جيانا تفتح، وبتنبسط جدا لما بتشوف مين اللي على الباب. وبنستنتج هنا ان هو بريتو اللي هيعوضها عن كل اللي فات. وبيخلص المسلسل.